معانا دلوقتي الكابتن عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكورة. كابتن عصام صباح الخير يا فندم. كابتن عصام، طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بكابتن عصام، ولكن خلينا نعاود الاتصال بيه مرة تانية. معانا الناقد الرياضي الكابتن عصام شلتوت. كابتن عصام صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. كابتن عصام، يعني حضرتك شايف مجموعة الآراء اللي احنا خدناها النهاردة على موضوع البيان اللي أصدره الألتراس امبارح، أنا عايزة أعرف من حضرتك إزاي ممكن نواجه يعني الظاهرة دي. يعني ما أعرفش إذا كان البيان ده تهديد أو إذا كان ده فعلا يعني مجرد بيان، ولكن رأي حضرتك إيه وإزاي نحتوي الشباب دول؟ والله الشباب دول لو ليهم قيادات لابد إن حد يفهمهم انه ده كده يعني نهاية المطاف، لا احد يملي شروط على دولة، خاصة لما الكلام يبقى خاص بوزارة الداخلية وباحد اهم مرافق البلد اذا ما كانش الاهم على الاطلاق، وهو يعني مرفق الامن. بس هم يا فندم يعني بيدوا امثلة في او يعني بيبرروا اللي هم قالوه باللي بيحصل خارج مصر في الدول الاوروبية. والله يطلبوا ان يبقى في نموذج، وده اللي احنا قلناه من قبل ما هم يعني يشجعوا كوره، ان احنا محتاجين في مصر نموذج يطبق، عشان فعلا لما بدا كل واحد يالف حتى من اللي بيديروا الكوره، فما فيش مانع ان الشباب كمان يعني يالف. الهوات لما بيقعدوا يتكلموا كل واحد يقول لك هنقعد نعمل لجان عشان نعمل مش عارف لوائح عشان نعمل ايه عشان نعمل يعني قانون احتراف، بينما العالم كله حوالينا بيلعب احتراف حتى في افريقيا. واحنا مش عايزين نجيب نموذج كامل فقط يعني نترجمه عشان نعرف نقراه بالعربي ونشغله، اذا كان ده امر فعلا داير حوالينا يعني لابد من الاخذ في الاعتبار انه برضه مش الجمهور هو اللي بيقول عايزه او الجمهور هو اللي بيقول طبقه، لكن تبقى ان كل شركات الامن الخاصه في الاخر هناك وزاره داخليه في كل بلد منوط بها الامن، لان هي مطبقه القانون، لانه هي اللي تقدري تحاسبيها، مش بس تقدري تقولي لها احميني، لا تقدري تحاسبيها لو في خروق امنيه. لكن شركات الامن، مين هي شركات الامن؟ ايه تعرفها؟ جردات ولا شركات الامن الناس الطيبين اللي كسر وسطهم الفقر؟ فكل واحد ضارب بدله لبني وقميص ازرق ويا عيني بيشتغل 100 ورديه فمش قادر يقف، ولا مين بالظبط؟ الموضوع كده زاد عن حده، ولابد ان المسؤولين عن الرياضه والوزير خالد عبد العزيز تحديدا يدعو رؤساء الانديه، يدعو يا ستي زي بعض موافق روابط المشجعين او قيادتها تحديدا، علشان يبقى في طاوله عمل كل واحد يعرف دوره كويس. طيب كابتن عصام، يعرف دوره كويس. كابتن عصام خليني اسال حضرتك، مين اللي بيقف ورا الناس دي؟ مين اللي واقف ورا الالتراس؟ خاصه ان بياناتهم يعني والحاجات اللي بتطرح يعني شبه دي يعني. ما ده اللي انا بقوله لحضرتك، انا ما اقدرش. ما انا بقول لحضرتك اتفضل. لابد ان اي تجمع وراه يعني الصالح والطالح. هناك شباب كانوا مصدومين في امالهم، دول اللي بداوا الفكره وما عندهمش مشروع وطني، لقوا ان التشجيع ده حاجه هايله، بيروح يشجع فريق فالفريق بيكسب فجهده له ثمن، بينما جهده في سنين السواد والفساد ما كانش ليه اي ثمن، لا هو ولا ابوه ولا اخوه الكبير ولا اي حد. لكن كده الامور بتخرج عن حدود القانون وعن حدود الدوله اللي الشباب ده نفسه بيحلم بيها. لابد ان التجمعات دي بيبقى وراها زي ما قلنا الصالح الطالح ايضا، وهم عارفين في الكوره انه 10 تنفار يحركوا 100,000 متفرج، و10 تنفار دول مش لازم كلهم من حضر ماير الصحفي، ممكن يبقى منهم مكندوب 30 ولا بلد. روح شديد وكمل النهايه الحسنه تستغل بمنتهى السوء. احنا دلوقتي في مفترق طرق، اللي عنده نيه حسنه يوريها لنا. لكن لا تؤخذ الامور بالتهديد. والا يعني يبقى الوطن ده بيتمزق ويعني تبا لكره القدم نفسها يعني. طيب الناقد الرياضي الكابتن عصام شلتوت، انا بشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك معانا. واخر مكالمه لينا في هذا الصدد الاستاذ عفوا الكابتن خالد لطيف، عضو مجلس اداره اتحاد الكره. كابتن خالد صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا بيك. كابتن خالد، هتتعاملوا ازاي مع بيان الالتراس الاخير؟ والله انا لسه بقراه يعني شيء من التمعن، لكن يعني واضح ان احنا في مصر للاسف بنعمل حاجات في اوقات غير مقبوله بالظبط.
يعني احنا بصراحه ما صدقنا عوده النشاط الكروي وعوده كره القدم في مصر، لكن واضح ان في ناس بعضها بيساعد الدوله على العوده مره اخرى لدوله قويه متينه، وفي ناس مش حاسه بالوضع الحساس جدا لبلدنا في هذا التوقيت، واحنا نحن مقبلين على مشكله يمكن في انتخابات الانديه لم تحل حتى الان بشكل قاطع، لم يتحل منها جزء كبير جدا، داخلين على انتخابات لرئاسه الجمهوريه وصفحه جديده سياسيه نتمناها ان شاء الله نافعه. اعتقد ان مش وقت ان احنا نتحدث عن عوده جماهير، وخاصه بعد التجارب السابقه اللي يمكن خيبوا فيها املنا سواء في البطولات الافريقيه او في. طيب كابتن خالد، زي ما حضرتك بتقول ان مصر بتمر بمرحله مهمه، داخلين على يعني مفترق طرق زي ما حضرتك قلت، ازاي ممكن نحتوي الشباب دول تجنبا لاي ازمات في البلد؟ والله احنا يعني انا بقالي يعني 3 4 سنين واكيد حضرتك برضه بتسمعي ان احنا ازاي نحتوي الشباب، لازم نعمل حوار مع الشباب، لازم نتعاون مع الشباب. مظبوط، ولكن المره دي يعني كابتن خالد الوضع مختلف، علشان يعني البيان ده زي ما قلت ان يعني بيان غريب شويه، شديد اللهجه، يعني انا مش عارفه اذا كان ده بيان تهديدي ولا يعني ايه نوع البيان، ولكن بصفه عامه هو الناس دي عايزه حاجه معينه، وانا مش يعني عايزه اسال حضرتك وبعدين يعني اتكلم، هل ممكن يبقى في رد فعل عنيف من الشباب دول لو ما تمش الاستجابه لمطلبهم في البيان؟ والله زي ما كنت لسه بكلم كلامي بس حضرتك يمكن قطعتيني. اتفضل يا فندم. احنا بقى لنا سنين بنقول نحتوي الشباب، نعمل حوارات مع الشباب، نعمل لقاءات مع الشباب، نعمل مع الشباب، وفي الاخر دون جدوى. لا احد يعني يسمع في بعض المباريات المهمه اللي بتعكس فرصنا. لا انا بطلب من الشباب هم اللي يسمعوا الى الكبار ويسمعوا الى عين العقل، ان هذه الفتره لابد هم اللي يحتوي الامر بعقولهم، ان مش في هذا التوقيت بنعمل هذا البيان. بالعكس من وجهه نظري شركات الامن اللي هم الخاصه اللي بيطالبوا بيه، اعتقد ان معظم الانديه المصريه لا تستطيع ان تتحمل تكاليف هذه الشركات، وخاصه ان يمكن بيتكبدوا الاموال الكثيره جدا سواء في تلفيات استادات، سواء في عقود لاعبين، سواء في عدم وجود جماهير في المباريات المهمه اللي كان بتجلب عائد كبير. فما اعتقدش ان الخزائن الانديه وخاصه الكبيره زي نادي الاهلي والزمالك اللي داخلين على انتخابات، اعتقد ان هم مش هيفكروا في هذا التوقيت ان هم يتحملوا شركات تامين خاصه، وهناك مجالس ادارات من الممكن ان تتبدل في اواخر هذا الشهر. طيب الشيء الاخر ان هذا التهديد اعتقد مش هيؤثر عليهم فقط، لا ده هيأثر على النشاط الكروي في مصر، ومن الممكن ومن الاسهل ومن الاحرى من الدوله ان توقف النشاط الكروي كما كان متوقع. طيب يا فندم، يعني هل اتحاد الكره ما فكرش ان هو يقعد مع روابط دي؟ يعني دول مشجعين، يعني مشجعين الكره المصريه، هم دول اللي بيشجعوا الكره، ليه ما فكرتوش تقعدوا معاهم؟ ليه اتحاد الكره ما فكرش يبقى فيه؟ والله بصي حضرتك بتتكلمي في نقطه مهمه جدا، لكن يعني النقطه دي فيها اكثر من محور. احنا يمكن مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم الحالي لاول مره يمكن عامل لجنه لروابط الانديه، ويمكن الكابتن ايمن يونس كان على اتصال دائم بيها، وكوناها من اكثر من 15 ل 20 عضو ممثلين الانديه الشعبيه في مصر، ويمكن كنا اصطحبناهم في بطوله كاس العالم للشباب مع كابتن ربيع ياسين في تركيا، واصطحبناهم مع منتخبنا الوطني في لقاء الهام امام غانا في التصفيات الاخيره لكاس العالم. فاوريدي احنا مع يمكن مع تواصل مع بعض روابط الانديه، لكن الشيء الاكثر ان كل مجموعه بتقول ان مش هم دول الذين يمثلون الرابطه بتاعتهم. فانت بتدخلي في عدم معرفه من الذي يمثل روابط الانديه. اعتقد ان هم لابد ان يتحولوا الى كيان رسمي
يعني حضراتكم فعلا بادرتوا وقعدتوا مع بعض الشباب دول، ولكن اكتشفتوا انه مش هم دول الممثلين الرسميين؟ لا، مش احنا اللي اكتشفنا، هم اللي بيقولوا انه مش دول الممثلين. لا احنا بالعكس، يمكن احنا قعدنا مع اشخاص يمكن معروفين في محافظاتهم ومعروفين في اندياتهم ان هم من كبار المشجعين. انما من الواضح ان هناك روابط عنقوديه من تحت الرابطه الرئيسيه، كل رابطه عنقوديه بتبحث عن دور وبتبحث عن يمكن هدف محدد. فمن الصعب جدا 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 ان انت ترضي جميع الاطراف. طبعا انت عملتي رابطه رسميه ولجنه للروابط الجماهيريه رسميه داخل الكيان الرسمي لكره القدم في مصر، ورغم ذلك واعتقد كل مجلس اداره نادي متهيألي برضو على اتصال مع رابطه الانديه اللي عنده. انا اعلم ان مجلس اداره نادي الزمالك على اتصال دائم مع الوايس نايس، انا اعلم ان مجلس اداره النادي الاهلي على اتصال مع. احنا بنتمنى ان هو فعلا يعني نوادي تفضل فعلا على اتصال مع روابط دي علشان نتجنب اي مشاكل واي حالات عنف وتهديدات زي البيان ده. كابتن خالد لطيف، انا بشكر حضرتك جدا على مداخله حضرتك معانا. زي ما شفنا مشاهدينا البيان اللي اصدره التراس امبارح يعني كان فيه شويه صيغه عنيفه او صيغه تهديديه. كان معايا مجموعه نجوم الكره المصريه دخلوا معانا في حوارات معانا ومداخلات في برنامجنا صوت الناس. كل واحد قال رايه، ولكن كان الراي الاخير اللي اجمع عليه ان يكون في حوار ما بين تلك الجماعات وما بين المسؤولين ان كانوا حكومه او غيره. احنا نستفيد من الشباب دول، ده اهم حاجه، وده بس مش عشان الكوره، ده عشان مستقبل البلد، لان هم دول شباب مصر. احنا بنتمنى فعلا تكون في حوار ويكون في يعني من الحكومه مبادرات لاحتواء الشباب دول، وبنتمنى ان الشباب دول يعني يكون في حاله من الاتزان في الفتره اللي جايه، خاصه ان زي ما قال اغلب ضيوفي من المداخلات ان مصر بتمر بمرحله مهمه جدا، مرحله مفترق طرق. وهيكون سؤالنا مع حضراتكم النهارده ازاي نستفيد من هؤلاء الشباب، ولكن استفاده بمبادرات، وده لمستقبل البلد. مشاهدينا، مشاهدين صوت الناس، هنطلع فاصل ونرجع مره ثانيه مستمرين مع حضراتكم واخبارنا، ولكن بعد الفاصل.